السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي المتابعين في الحلقة 12 من أسطورة زلدة دموع المملكة. نحن في الحلقة اللي فاتت غلقنا من مقاطعة زورا، واليوم إن شاء الله بإذن الله بنكمل قصتنا. اللي ما شاف الحلقات السابقة أنصحه يشوفها، أنا حطيت الرابط حقها في الديسكريبشن. هذا سعدون قال لي في كنز موجود تحت القلعة حقتهم هذه، فشكلي بروح أدور على كنز. يلا نبدأ الحلقة بسم الله. طيب فين الكنز حقه وما هذا؟ خليني أنزل، شايف شلال هناك شكله، والله أعلم ورا الشلال، شكله ورا الشلال لأنه هو يقول تحته، وهذه المنطقة أنا لفيتها كلها. شوف المنطقة اللي لفيتها ما فيها ولا شيء، فخلينا نشوف هنا، نشوف عند الشلال هذا. ها سبحنا، شايفين هذا الكهف. يلا يا حبيبي فين الكنز؟ إيش بو إيش هذا؟ الحين أنا عندي ثلاثة خواتم، هذا الخاتم الرابع، ممتاز. سعدون صار معايا، بقي لي أظن واحد خاتم أخير. طيب بس خلينا ناخذ الكنز اللي هنا ونروح نكمل قصتنا. اظن انه جوه الكهف صح؟ شوفوا يا سلام يا سلام، خذ خذ ايش الاشياء هذه، خذ خذ. واو واو، لازم نروح قدام. ايش صدقوا هذا المكان يودينا الاعماق، هذا المكان يودينا الاعماق. لكن خلينا نركز على القصه الاساسيه، لاني لو قعدت في القصص الجانبيه عمري ما غلق. يا سلام، ها هنا جينا، هنا في شيء، في شيء تحت. والله ما تدري هذه الاشياء، هنا في اشياء غريبه. لحظة خلينا نجمع، ايش هذا؟ حلزونات، خذ الحلزونات، وبعدين هذه الاشياء مهمة عشان تدينا فلوس. كسر يا حبيبي كسر، ناخذ استون هنا، حلو ممتاز. وهناك كمان في، خذ 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 يا حبيبي، لا تخلي شيء، هذه الاشياء كلها تنفع، كلها تنفعنا، يجيب لنا فلوس، قروش، نحتاج فلوس 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 فلوس، نحتاج بصراحة. يا بابا بابا، خذ خذ خذ، ما في يجينا اوبال شيء غالي. طيب نطلع من هنا، نطلع فوق، اظن هذا الطريق طلعنا على فوق. ايوه يلا يا حبيبي، يلا يلا، نحن بلبس السمكة نمشي. والله ما اوفا، ايش الكنز هذا؟ في كنز هنا. طب كسر هذا اول شيء. فلنت، فلنت رخيص ما ينفع. طيب شوف الكنز هذا، يا سلام ايش في هنا؟ افتح يا حبيبي، افتح افتح يا قلبي، ورينا ايش عندك هنا. ايش هذه؟ خوذة فيل ولا ايش هذه؟ هذه خوذة فيل. طيب لحظة خليني البسها، شوف كيف شكلي. كمان هذا الطقم حق المويه، هذا الطقم، شوف هذا عندي هذا وهذا. صدق انه ما عندي السرواله حق المويه، بشوف الحين اسبح بسرعه بهذا اللبس، اسبح بسرعه. بس ليه كذا شكلي زي الفيل؟ والله شكلي زي الفيل. مره في عينه كان هناك فيل، ما ادري ايش قلعته، نسيت الاغنيه ولا حقت الطفوله. طيب يلا خذ خذ، جمع جمع من هنا، حلو خلاص. اظن كذا اخذنا الكنز هذا، والله شكلنا صار يفجع، شوف كيف شكلنا. طيب يلا خلينا نروح عند بورا وناخذ المهمه الى المقاطعه الجديده. ايوه يا حبيبي، يلا روح عند بورا، روح عند بورا، خليها تشوف ايش مشكلتنا. يلا وصلنا، يا الله احب النهار واحب الغروب، مره منظر الغروب يعجبني. طيب نروح نقول لبورا غلقنا من مقاطعه زورا، اعطيني المقاطعه الثانيه فين. والله الناس شكلهم كلهم نايمين، كلهم نايمين. ها شوفوها هنا، والله ايش جابوا السمكه هذا هنا عشان غلقنا؟ نحن جينا هذه بورا، شايفينها بورا يا بورا. اخذ مني الايباد حقي او النينتندو سويتش، وقالت لي روح المقاطعه بورا. شوف هذا المكان اللي تحت اللي ولع، شايفينه اللي ولع تحت على اليسار. يلا بنروح هذا المكان، يلا يا حبيبي. والله قالت لي اني اروح القرى، انا ما رحت قرى، انا مقصر مقصر. شوف هذه القلعه اللي هنا منوره، والله خطيره. طيب خليني اروح اخذ الحصان حقي، انا اخذت حصان في الحلقه اللي فاتت او اللي قبل اللي فاتت، اسمه سهم اظن، هناك عند الاسطبل. خلينا نجري حول المنطقه هذه، ايش يسووا هذول؟ انتوا ايش قاعدين، ايش قاعدين تسووا هنا؟ والله ما نعرف ايش قاعدين يسووا حقون السمك هذول، ما كانوا موجودين اول، الحين جو لما ساعدتهم هناك جو. وهذا اللي هنا طايح من السماء ما تدري. وتعال خلينا بس نطلع سهم يا حبيبي، طلع لنا سهم، جيب لنا سهم. والله هذا سهم، شوف هذا القديم حقه، نجمتين نجمتين نجمتين، شوف هذا كيف النجوم حقته، والله هذا خطير. تعال يا حبيبي، والله وحشتني. طيب يلا يلا تعال. ها يا حبيبي ايش بك، والله ما اشتقت لك. طيب والله علاقتي معاه تعبانه، خليني اكله تفاح، اكله تفاح حبيبي. ايوه خذ هولت، ايوه هو اظن واحدة تفاح بس ياكل. ايوه كل، شوف اكل اكل، نحط له واحدة تفاحة ثانية كمان. لا مو هولد هولد يا حبيبي، ايوه قول، شوف صار حبيبي. كمان خذ واحدة ثانية، انت تؤمر امل، اديك كمان ثالثة، خذ ثالثة. ها يلا جبت لك تفاح كثير، جبت لك تفاح كثير، غلق اللي عندك وخذ اللي بعدها واللي بعدها كمان واللي بعدها كل. والله شوف جبت لك تفاح في يدي قديش كثره. ويلا باقي لك واحده تفاحه اخيره، يلا ما حصير صاحبي، خليني اشوف هو صار صاحبي ولا لا. والله 70 يعني لسه وايلد، شايفين مكتوب وايلد يعني ما ضبط، يبغى لي اكله اكثر. والله ما يشبع، غلق التفاح حقي وما صار صاحبي. يلا تعال تعال، يلا اركبك، يلا
يلا ننطلق، بس خلينا نروح. ايش بو ما يبغى يمشي؟ امشي يا حبيبي امشي اجري. يلا 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 يلا. صدقوا البرج هذاك ما فتحته، يبغى لي اروح افتحه. شايفين اللي قدامي هذاك؟ خليني اروح افتحه. اوه حتى عنده سرداب، شايفين هذاك السرداب ما فتحته انا. يلا يلا نروح نفتحه. هذول ايش يسووا هذول؟ ماني فاضي لكم اخذ مهام منكم. شايفين السرداب اللي في جنب هذاك؟ والله غريب اني ما فتحته، لان انا ركزت رحت على المناطق الثانيه وما ركزت اروح هنا. يلا دحين نفتح السرداب هذا ونفتح كمان البرج اللي عنده. يا سلام امورنا تصير سليمه. طيب وهذا كمان يبغى له اركب له الروحه. تعال تعال والله هذا من زمان عنده، اساعدك في اللوحه يا حبيبي. طيب طيب يلا. فين الاشياء عشان اشله واحط له؟ والله ما في اشياء في جنبه هنا، ما في شيء. كيف اقدر اضبط له اللوحه؟ ايش في البركه هذه ما فيها شيء؟ والله خطيره بالشكل البركه. طيب فين الالواح؟ نقدر نسوي لوحه؟ ايش هذا في صندوق هنا وما يقاري؟ واو واو واو. اطلع اطلع الصندوق يا حبيبي، اطلع الصندوق. طيب هذا الصندوق كيف افتحه؟ كيف افتح الصندوق؟ لا انا عرفت ايش تبغون اسوي، انا عرفت والله خططكم. نجيب العمود كذا في الوسط، الصق في الارض، لصق في الارض. ايوه والله لصق، شوف كيف تلصق، والله غريب شكله. طيب يجيب العمود الثاني، هذا جديد، هذه الحركة جديدة، العواميد هذه جديدة بصراحة. طيب نحطه كذا واللي يجي نلصقه هنا كذا. ها حلو، بعدين نجيب هذا ونحطه هنا. اوكي ها ارتحت، خلينا نطلع فوق دحين. حلو هذا، الحين نقدر نفتح الصندوق ولا لا؟ الا والله فتحناه. ايش في؟ ايش يطلع لك؟ يعني حلو حلو ممتاز ممتاز. يلا دحين خلينا نشيل هذه الأشياء عشان نروح نحطها للرجال اللي فوق هذاك. يلا نشيلها كلها بكبرى بكبرى، شوف نشيل هذا كله هنا نطلع فوق عشان نظبط له هذا. والله الرجال يديني فلوس، رجال طيب. اوكي نظبط له اللوحة حقته، اظن تظبط. يلا اترك اللوحة حبيبي، اترك اللوحة، اتركها اتركها. ايوه خلاص ظبطت، شوف شفت كيف. يلا اعطيني فلوس، اديني الفلوس، اديني وجبة يا حبيبي، اديني الفلوس. خلاص خلينا نمشي، خلينا نمشي لو سمحت. ايوه عدنا 20، حلو. وايش كمان اداني؟ اديني شيء ثاني، وداني عيش، حلو حلو كثير ممتاز. يلا خلينا نروح للسرداب، والله اداني كمان وجبتين. يلا مع السلامة مع السلامة. شوف كيف نحن خطيرين، خلينا نفك السرداب هذا. حلو يلا ونخشه. افتح يا حبيبي افتح، وخلينا نخشه ونشوف ايش فيه من اسرار. يا سلام دخلنا، دخلنا في السرداب. ايش المهمة في السرداب؟ ان شاء الله مو صعب، شيء بسيط. طيب هذه ليه كذا تمشي بشويش؟ حلو والله هذه هذه ممكن تطيح فيها. ايه كنت حطيها. طيب ايش هذه؟ دحين ناخذ هذه الحجار. طيب نط هنا. اوكي هذه ايش هذه الحكايه؟ هنا هذه كوره، هذه الكوره لازم تروح مكان، لازم تروح مكان. فين تروح؟ هذه نضغط عليها كذا، ضغطنا على هذه ايش صار؟ حلو ممتاز ممتاز، يعني لازم توصل للهدف، الكوره هذه لازم توصل للهدف. لو ضربنا هذه سن اها لحظه لحظه عرفت عرفت عرفت. وهنا نهايه السرداب. يا سلام هنا ايش في؟ هنا في كنز. طيب نشوف دحين الكوره تيجي كذا. حلو طيب في شيء نقدر نشيله؟ في شيء نقدر نشيله؟ خلينا نشوف ايش في شيء نقدر هذا اول شيء شيله هنا. ممتاز ممتاز ايوه حلو حلو. هذه نخلي الخابور زي كذا، خليه هنا نجي. ايوه حلو، لا اطيح بس، لا اطيح لا اطيح. ممتاز. طيب اظن يكفي كذا، دحين خلينا نشوتها نشوتها نشوف كيف. يا سلام يلا استنى كورة بس تجي، نستنى كورة تجي. ها جت 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 بوف. يا سلام يا سلام. فتحناها. اوكي يلا خذ الجوهرة يا حبيبي، خذ الجوهرة. يا سلام يا سلام. وتترلللي ممتاز، اخذنا واحدة جوهرة، بقينا ثلاثة عشان نطور نفسنا. يلا نكمل قصتنا. ممتاز خلصنا من السرداب، الان باقي لنا ايش؟ نوصل للبرج عشان نفتح الخريطة. وتلاحظوا الخريطة مسودة عند المنطقة هذه، فلازم نفتحها. اوكي شكله هنا فيها اوه اوه في وحوش فوق، لازم اخش لهم من الشجرة. شايفين الشجرة هذه؟ خلينا بس نقرب. فين الحصان حقي؟ ولا اقول لك اترك الحصان، خلينا نكمل اول شيء نفتح البرج وبعدين ناخذه. اصلا انا حطير فوق فما احتاج الحصان. اوكي يلا يلا وصلنا هنا، نطلع الدرج. المكان حلو والله، هذا ما انت دوب انتبه لي. تعال يا حبيبي تعال تعال، انا اوي لك. بف بف روح، الله العظيم انك انت تعبان. اوكي هنا ايش في؟ اوه لا 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 روح عند لا روح عند الجي تي.
لو راح اخذ هذه ورماها علي حتفجر. طيب نطلع فوق، نطلع فوق شوف البرج فوق، والله في معسكر هنا، شوف المعسكر سلسلني، خليني اخذ هذه ايوه اخذها ارميها عليه. حتفجر، حتفجر فيها، حتفجر فيها بعد 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 وبوبوب. شوف فين راحت، الله عسى تفجر فيها. اوكي تعال 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 يا حبيبي. ممتاز ممتاز، هذا اتحرك. نطلع للي فوق، نطلع لهم هنا فوق، والله شكلهم كانوا موجودين وشردوا. فين راحوا؟ تعال 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 تعال، انا المشكله ما عندي اسهم. اوف، شايفين هذا ابو حجر، هذا ابو حجر، هذا ما ينضرب هذا، الله غريب. استنى استنى خليني اخذ الديناميت هذا ارميه عليه، اخذ الديناميت. لا 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 لا. هذا يعور، هذا يعور، لا اجتمعوا علي، اجتمعوا علي. اوكي اقدر، ما عندي سهم، ما عندي سهم، ولا كنت ارميه على ابغاه هذا يتفجر. ما في اسهم هنا، هنا ما في اسهم. خذ خذ خليني ارجع اضاربهم، عندي شيء اكل، والله ما طبخت، المفروض كنت اطبخ. ايوه عشان ايش؟ عشان اقدر، خليني اخش فيه اقتلهم هذول اللي هنا، هذول بسرعه اقتلهم بسرعه. ها ها, ها. خذ الدرع، الدرع هنا، حلو حلو، انا ماني خايف الا ابو حجر هذا، ابو حجر شايفين ابو حجر هذا كيف اقتله ما اعرف. اوه في خنزير كبير، تشوف هذا؟ ضربني ضربني، حيا موتني. اشرد 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 يا حبيبي اشرد. خلينا اكسر هنا، شكله بعض المرات احصل اسهم. ايوه شوف حصلت اسهم، تعال تعال تعال، هيا تعالوا تعالوا هنا. ايوه هذا الحين ممكن فجروا نفسه بالمعفنين، انا ما سويت شيء والله ما سويت شيء. خذ خذ الله، يا انا تشفيت فيهم. حلو طيب ايش في هنا؟ اوه شوف اللحمه الكبيره، تعال تعال هذا، انا اوريك، انا اوريك، انت لوحدك اوريك. خليني اجيب معايا هذا صاحبي، انا ما احب اشيلهم. هذا فينه حق النار؟ هذا خطير، هذا خطير. ايوه تعال يا حبيبي، فينه الحين يجي؟ ايوه هنا هنا، تعال 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 تعال. ايوه ايوه وانتفوا انتفوا، شوف كيف والله ينتفوا نتفه. حلو شوف عنده السيف حقه مره قوي، مره قوي السيف حقه، شايفينه؟ تعال تعال تعال. خف. موت 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 انت، والله واحد كبير طنجير، اضرب واحد قدك، اضرب واحد قدك، مو تجي تضربني انا بسيفك هذا اللي يتحول نار. حلو هناك في واحد. تعال يا حبيبي تعال، هذا خطير، هذا خطير. ايه بوف، والله نتفته. خذ اللحمه يا حبيبي، لسه ما مات، ما مات اللي فوق، اشوفه فين راح، والله تنتف، نزل تحت اصلا مسكين. اوكي اوكي يلا امورنا طيبه، نفتح البرج دحين نشوف اذا في هذه الصناديق عاده تكون فيها اسهم، انا الاسهم حقتي غلقت. لا تضرب هذا، والله مشكله مشكله. طيب انا هذا ما احب يكون معايا، لما احتاجه اجيبه، لما ما احتاجه اشيله، فاقول له خلاص روح ديسمس يا حبيبي ديسمس. اوكي نشيله عشان امشي لوحدي كذا، والله هنا انا خايف من الديناميت هنا. طيب نفتح البرج الحين، نفتح البرج يا حبيبي، افتح الباب. ايوه قرب، ها وشغل، سوي سكان، سوي سكان هنا على هذه المنصه، وبعدين نجي نطلع عليها. ايوه اشتغلت الحين، عندها تليبورت، نقدر نوصل لهذه المنطقه في اي وقت نبغاها. بعدين واو شوف كيف اشتغل 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 البرج حقنا، اشتغل اشتغل يا حبيبي اشتغل. خلينا ننطلق الى السماء ونحط هنا، وتيجي الخطافات تمسك في اليد وترميني فوق. خذوا نسم يلا، تم تم بوف، واطلع فوق، ما حد قدك لينك، في وسط الهواء، والله الجو روعة، الجو روعة. بس خلي الداتا حقتنا تروح ونرجع، خلينا نحن نقدنس على الصحراء، ننزل على الصحراء على طول. يا سلام روعة الجيم هذا بصراحة، خطير. ايوه ممتاز ممتاز، يلا اشتغلت الخريطة وتفكت الخرائط كلها، اللي في السماء، هذا اللي تحت على السيرفس، والله اتفتحت عندنا. شوف هناك نبغى نروح، اوه في فيري عندنا هناك، حلو حلو حلو. ايش في كمان؟ هذا فوق، شوف فوق في اماكن مرة كثيرة، مرة كثيرة فوق اماكن. طيب خلينا نشوف ايش في فوق، مع انه والله حصاني تحت، شايف شايف منطقة هناك، خلينا نطير لها. ايوه لا 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 لا، فك 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 فوق، خلينا نشوف هذا المنطقة اللي هناك، ما في اي سرداب فوق هنا، ما في، شكله نطير ونطيح هنا، انا ماني شايف شيء ثاني، ماني شايف شيء ثاني غير هذا المنطقة اللي هناك، فخلينا نطيح. هنا ما في شيء صح؟ لا ما في شيء، ما في شيء، خش على البرج الثاني اللي هناك
ونقول له كذا وننزل. رهيب. شايفين في برج ثاني هناك، يبغى لي اروح هذيك المنطقه. صدقوا ما في دموع. ايوه شوف 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 شوف. لا ما في، ما في دموع تنين، دموع تنين ما في. سرداب ماني شايف اي سرداب. اوكي خلاص خلينا ننزل، ننزل هنا نعبي الاستمنة حقتنا ونشوف الخريطة. الخريطة ايش؟ لا نبغى اي نتحات. فين نبغى نروح نحن؟ هنا صح، نبغى هذا الحصان حقنا، نحن بنروح المنطقة هذا، نبغى نروح هنا. فإذا في اي شيء قربنا هنا ممتاز، خلاص كذا نبغى نروح هذا الجهة. حلو اتفرج، يلا نط. اوه طيح، طيح في الحواء. يا سلام شوف هناك في ايش، والله هناك في زي الأرينا. ايش جوة الأرينا هذيك؟ اروح اشوف ايش فيها. خليني اروح اشوف ايش في الأرينا هناك. اوه شايف سرداب هناك كمان، حلو. وهناك في برج عنده، ممتاز ممتاز. خليني بس نشوف الأرينا هذه نفسها اشوف ايش فيها. اوه شايف تنين تحت. لا 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 يا حبيبي. اسف اسف، خليك في حالك، خليك في حالك. انا بروح السرداب هناك، شايف سرداب والله. اظن هناك طريق الصحراء عندنا. ايوه على طريق الصحراء، على طريق الصحراء. حلو ممتاز، خليني بس ننزل هنا. يا سلام يا سلام على الروعة، يا سلام منظر الشروق مدري الغروب، رهيب رهيب جدا. شايف هناك ايش في؟ في شيء هنا، في صوت. ايش المكان هذا؟ هذا بس كذا برج هنا. اللعبة هذه لعبة استكشافات، اقعد اكتشف في المكان حتطلع لك اشياء عجيبة. ايش هذا العلامة اللي هنا؟ هذا ابو الشباب ايش عندك انت؟ خلينا نشوف ايش عندك. ايوه ايش يقول لي فوق؟ ايش في فوق هنا؟ يقول لك حط جرس فوق. طيب ايش تبغى في الجرس؟ يقول لي اختبار القوة، اختبار القوة. يبغاني ارمي شيء من هنا عشان ادق الجرس. يا الله يبغى مني 30 وانا ما عندي 30. طيب ايش اسوي؟ ما عندي فلوس. الفقر شين، الفقر شين. خلينا نروح دحين السرداب اللي هناك. طيب يلا اوه نط على السرداب. لازم تكون معايا فلوس بصراحة، ما اقعد اتورط زي كذا في الامور هذه. ايش هذا فيها هناك الوحش؟ والله الوحش هذا مرة صعب، هذا الوحش مرة صعب. شوفوا قاعدين ينطنط. تعال يا حبيبي تعال 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 تعال، انا حذبحك. ايوه خليني اكل، اكل الرز هذا. يا سلام حلو. فينه فينه هذا؟ تعال تعال هنا حبيبي، اضربه اضربه. يا سلام تعال 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 تعال. لا يقوم لا يقوم لا يقوم لا يقوم لا يقوم. ايوه ايوه بوف بوف. لا 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 قام قام. تعال تعال دوروا اضربه. ايوه تعال اوف اوف اوف. موت موت موت، الله يهدك. لا تعال يا حبيبي فين راح؟ ايوه تعال هنا. ايوه اضربه. يا سلام ذبحناه ذبحناه. توبازروت هذه ترى خطيره، انبيعه انبيعه. اوكي والله انك انت واحد ممتاز، بس انا اشيلك اشيلك خلاص يروح. انا احب اني كل واحد يلعب لوحدي، لما احتاجهم اجيبهم. اوكي ايش شجره التفاح هذه؟ يلا ايوه خذ الشجره، كسرناها ناخذ التفاح. فين السرداب؟ هنا في سرداب تحت، ننزل للسرداب، ننزل له. حلو 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 ممتاز ممتاز. اوكي افتح الباب. طيب قبل ما اخش هذا السرداب صراحه برجع المدينه، ابغى العب لعبه الجرس صراحه، ابغى العب لعبه الجرس. يلا طيب خليني ابيع الاشياء اللي عندي عشان اخذ فلوس واروح ادي 30 عشان العب لعبه الجرس، بصراحه عجبتني. هذا ما اقدر ادي له شيء الحين يسوي لي. تعال خذ خذ، زود لي في الدرع، زود لي في الدرع يا حبيبي، زود لي في مكان الدروع. ايوه حبيبي يلا يلا تك 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 تك. متخلفين متخلفين. الحين حطوا لي مكان في الدرع، حلو. كمان احط مكان ثاني للدرع. تك 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 تري 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 تري. والله زي الفجل هذا، ما ادري زي البقر ايش. بروكلي بروكلي والله. حطينا خانتين ممتاز، زودنا خانات للدروع. يلا خلينا ابيع الاشياء الحين واخذ فلوس. يلا اشتري من عندي، اشتري من عندي. هذا كم تشتري ب 12؟ خلينا نبيع، نبيع هذا الحين كلها، كل اللي عندنا. ممتاز. كم جبنا كم جبنا؟ جبنا 877. خلينا نروح الرجال حق حق الجرس هذا اللي رجنا. لكن قبل ما نروح بصراحه احتاج اطبخ طبخ، احتاج اطبخ اكل. خلينا ننزل تحت هنا. ايوه فين المطبخ؟ فين المطبخ؟ اين المطبخ ابن الذين؟ هنا هنا هذا قاعد هنا. يلا خلينا اطبخ لطبخه، خلاص كفي الطبخ. خلينا نرجع الان للجرس، نروح الخريطه ونقول ودينا عند الجرس. شايفين هذا البرج اللي بروحه؟ هذاك السرداب نحن فتحناه بس ما دخلناه، وهنا في سرداب ثاني يبغى لي اروح له كمان. طيب فخلينا اول شيء اروح لايش؟ اروح للبرج حق حق الجرس. مره جاني فضول اني اعرف اسويه. شوف الفيري، الفيري هناك. طيب طيب خلينا اول شيء نغلق من هذا يا حبيبي.
غلق منه. ايوه تعال تعال خذ الفلوس، خذ الفلوس وخليني اجرب لو سمحت، لو سمحت خذ الفلوس وخليني اجرب. اخذ الفلوس يقول لي 3 2 1. طيب اشتغل. ايش اسوي؟ والله في اشياء كثيره هنا، في صواريخ وفي حوسه. طيب طيب خلينا نجيب العمودين هذولا مثلا، حط العمود هذا كذا ونجيب العمود الثاني ونلصقه فيه. ولا لا 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 جيب الكبيرة هذه، هذا الكبيرة هذه تثبت صح، ونجيب الكبيرة الثانية اللي في جنبها. وهنا في خابو، يا سلام. لا 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 خلاص عرفت 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 ايش حسوي. حجيب هذه كذا، ايوه الصقي، بعدين اجيب الخابور هذا ونحطه ورا هنا. يا سلام، وابغى الصقه هنا. ايوه طيب ايش بسوي بعدين؟ ابى اجيب السوسته بصراحه هذه، ايوه هذه اللي فيها اظن الشغل، اللي فيها الشغل احطها هنا. لا نحط هذه، نحط هذه هنا، نظبطها كذا. حلو ممتاز حلو. طيب ونجيب برميلين، واحد برميل هنا في الوسط يا حبيبي، في الوسط في الوسط. ايوه حط برميل هنا ونحط برميل ثاني كمان معاه. ايوه حط يا سلام يا سلام، ونحط صاروخ. اوكي حط صاروخ في الاخير هنا، ممتاز. حط يا سلام، خلاص اظن نجي ان شاء الله تزبط. حطه كذا، حطه كذا، يا سلام. نلصقه في الارض، نلصقه هنا. ها ثبت ثبت. وبعدين ناخذ السهم. اوف ما عندي سهم، ارمي ارمي هذه بالسيف. لا نحاول ثاني، نحاول ثاني. طيب الصاروخ ما حطيناه في الوسط، لا الصاروخ لازم نحط في الوسط، الصاروخ لازم نحط في الوسط، حطيناه ما حطيناه في الوسط. طيب اوكي. طيب هذه كيف لازم نقفلها هذه؟ ايوه ايوه قفلها. وفين وفين راحت؟ في خشبه ثانيه، في خشبه ثانيه طارت. ايوه في الوسط، حلو. حط الصاروخ، ممتاز كذا. طيب تيجي كذا ولا ما تيجي؟ تثبت ولا ما تثبت؟ والله ما ادري، نجرب نجرب. نرمي السلاح حقنا، نرمي السلاح حقنا هنا. واه طيب ايش بدوني مكافاه؟ والله اللعبه ممتعه، ضيعت فيها وقت بس ممتعه. 83 اداني. طيب يلا كم ايش الهديه؟ اداني اوبال. الله شكله اذا جبت اعلى حديني شيء احسن. خلاص لا لا ما ابغى ما ابغى، خلاص انا انتهيت، ضيعت وقتي ضيعت وقتي. خليني اروح ارجع لايش. شوفوا هنا في سرداب فتحناه، فتحناه هنا. وش في هنا كمان؟ هناك في فيري، شايفين الفيري هناك، وهنا في سرداب ثاني، وهناك في اسطبل. حلو 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 حلو. خلينا اول شيء اغلق السرداب اللي هناك، نروح ناخذ تليبورت عليه هنا، نقول له تعال عند هذا السرداب اللي ما غلقناه. ايش في السرداب هذا؟ هنا في عجله، وهنا في عجله ثانيه مخفيه. فهمت فهمت فهمت، هذه نجيبها ونحطها هنا. هذا اللغز مرينا عليه قبل كذا، ايوه نحطها هنا في الوسط بينهم الاثنين، ممتاز. ونضغط هذه فتشتغل فتفتح لي الباب. العجله هذه ما كانت تشتغل، دحين صارت العجلتين تشتغل وفتح الباب وتريل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 ي
فوق، المخرج فوق. حلو. وهنا ايش؟ اوه هنا في كنز، وهنا في باب مقفول، وهنا في عندنا خشبة. فالخشبة هذه ناخذها كذا، ناخذها كذا، ممتاز. ونقدر نجيب فيها التاش، ايوه نجيب فيها الكنز. ايوه ارفع الكنز، خذ الكنز. ضحكنا عليك، ضحكنا عليك. ايش طلع فيها؟ ابغى السم، ابغى السم لو سمحتوا. ايش طلع؟ حلو، مو بطل، 24 قوته، ممتاز. طيب دحين نفك هذا، ايوه نفكه ونحطه هنا، نحطه هنا، ممتاز. يصير زي اليد عشان يفتح لنا الباب اللي هنا. وهنا حط طيب يعني اظن ابغى، انا فهمت ايش يبغوا، فهمت. نحط هذا كذا ونجيب الجديده هذه. والله اللعبه ممتعه، عليهم افكار عجيبه يخلوك تفكر من جد. ونجيبها كذا، اوكي. طيب دحين لازم نلصقها في الكبيره، لازم نلصقها في الكبيره. ايوه لا، في الكبيره لما تيجي نلصقها فيه.
ايوه ها التاش يا حبيبي التاش التاش التاش. يا سلام يا سلام يا سلام والله عليه مفكر. ليه كذا؟ الله اللي هنا طاحت ما اقدر اللي هنا طاحت. طيب ها تمشي ايوه اقول لك طلعنا على طول فوق طلعنا على طول فوق ايوه فوق ايوه اطلع فوق ايوه 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 اخيرا. طيب لا ما ينفع استني نستناها تطلعنا ولا كيف؟ تنزل وبعدين طلعنا. طيب ايش هذا كيف اطلع فوق؟ استني لحظة انا اوريكم. هذه اقول تطلع فوق تطلع هذه فوق كذا حلو وبعدين نقول وهنا نقول لها ارجع زي ما كنتي حلو. يا سلام ايوه اوف اوف لا ارجع فوق فوق والله عقدوني. لا خذ 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 يا سلام وخذنا الجوهرة الثانية وبقينا اثنين ونكمل قصتنا بسم الله. يا سلام يا سلام لا انا برجع للسرداب اللي ورا برجع للسرداب اللي ورا فين راح؟ واو ايش البرج اللي هنا؟ هذا المكان رهيب خلينا نشوف ايش البرج اللي هنا موجود. تتوقع انه في شيء فعل البرج؟ صندوق صندوق هذا دائما يكون فيه اسهم مرة مهمة صناديق. طيب يلا وصلنا الى نهاية البرج شايفين فين؟ يا الله هذاك اللي فوق مكان الجرس اللي رنيناه شوف الاسطبل موجود هناك. طيب هنا جينا ما في شيء بس كذا يعني الله يضربنا مشوار على الفاضي. طيب بس على الاقل هناك في سرداب خلينا نروح السرداب وفي جنبه الاسطبل هوب واو مره حب الطير ولا وفوقهم ايش كمان؟ فوقهم الفيري شايفين الثلاث الاماكن هذه لازم نروح نزورها. شوفوا منطقة الصحراء في الجهة الثانية ويبغانا نفتح البرج اللي هناك. حننطلق ان شاء الله لمنطقة الصحراء هناك في تلج. اوه طيب ننزل للاسطبل. يا سلام اقدر انادي الحصان حقي اقدر اجيب الحصان حقي تعال تعال يا حبيبي ايش عندكم هنا منطقة؟ يا سلام اوه هذول اللي يبغوا هذه مهمات جانبية ما حاشتغل عليها دحين يمكن اسوي لها حلقات خاصة. في صوت احد يغني في صوت احد يغني. طيب ايش ناخذ من هنا ايش فيه؟ دائما البير خلينا نخش الابيار عشان كل بير نخشه ناخذ عليه 10. يلا ناخذ نفتش في البير هذا ايش فيه. يا سلام جمع يا حبيبي جمع جمع اشياء هنا ونطالع قدام نشوف ايش فيه نستكشف. خذ السمك خذ السمك هذا اوه معادن معادن حلو 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 كثير وفيري خطير. ايش هذا اللي هنا؟ هنا في شيء لونه عجيب. لا لا هذا هذا ايش هذا؟ ضفدع ضفدع امسكه امسكه مسكنا الضفدع طيب حلو هذا نكسره ايوه ايوه ناخذ هذا الحجار تنفعنا عشان نبغى نبيعها بعدين حلو اوف خذ 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 يا سلام ضفادع للصبح. بس هذا المكان فيه ضفادع واشياء ما في شيء ثاني خلاص ما في شيء ثاني نطلع من فوق نطلع من فوق حلو. يا سلام على الاسطبل هذا ناخذ مكافأة. ايش هذا الشيء؟ والله شيء ايش بنقلبت هذه والله غريبة. سيارة مقلوبة هذا عنده مهمة بس ما ابغى المهمة خليني اخذ الجائزة حقتي من هنا. طيب خليني انام انام اخذ لي سرير ممتاز عشان انام للصباح. احلى شيء لما تنام شوف كيف تجيك قلوب زيادة ويكون عندك استمنة زيادة كمان حلو ممتاز. يلا باقي لي واحدة نقطة بعدين اخذها. طيب ميزة اني جيت هنا في سرداب استني في سرداب هناك في الفيري خليني اطلع الفيري فوق احصلها. اوكي وصلنا للفيري شوف كيف شكلها مرة يضحك شكلها اصلا. طيب نخش لها من هنا يا طيب يلا ها قومي. اوه يقول تبغى موسيقيين عشان تفتح. طيب طيب من فين الطريق حق الموسيقيين؟ اظن نجيبهم من هنا خلينا نشوف اذا نقدر نجيبهم. ما حتفتح الفيري الا اذا جبنا لها هذول الموسيقيين. طيب يلا حبيبي. طيب الفيري ما حتفتح الا اذا جبنا لها عازف الناي وعازف الناي يقول لك في مدينه ثانيه خلي بعدين اسويها القصه. الحين خليني اروح للسرداب اللي فوق هنا فوق في سرداب. طيب ايش السرداب هذا؟ والله شكله تعقيد شكله تعقيد. اوكي ايش هذا؟ يروح هنا ويجي يروح يجي. طيب هذا بسيط بسيط جدا ناخذ هذا ونلصقه في هذا عشان نقدر نطلع ونجي. ايوه الصق 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 ارصق يا حبيبي ممتاز ايوه وطلعنا هنا حلو. يلا اطلع فينا فوق فوق ابى اروح للجهه ذيك عند الكوره ابى اروح عند مكان الكوره. كيف اروح؟ اوه في صندوق هنا
في صندوق ما اقدر اطلع للصندوق. يا الله. طيب نيجي هنا. اوه لا اقدر اطلع للصندوق، اقدر اطلع للصندوق وابو الصندوق كمان. ننزل هنا. ايوه بشويش انزل، انزل بشويش. ايوه ايوه حلو حلو حلو. افتح الصندوق، اديني اسهم لو سمحت. اسهم ايش طلع؟ يا سلام تعجبوني، احتاج اسهم والله، ضاقت علي ضاقت علي في الاسهم. اوكي هنا نطلع فوق. اوكي نجي هنا نشوف ايش عندنا. الكورة هذه لازم تطيح، الكورة هذه لازم تطيح. كيف نطيحها؟ لازم نجيب شيء يوقفها، نجيب شيء يوقفها لحظة. طيب دحين الكورة كيف نخليها تروح لهذيك المنطقة؟ ناخذ ناخذ هذه مثلا ونرفعها، نرفعها توقف الكورة. ايوه بس هذه المشكلة انها تدور اظن كذا. لازم اول شيء نوقف هذه، لازم نخلي هذه توقف. فايش جبنا هذه هنا؟ لو جبنا هذه هنا. ايوه 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 فراحت. لا لا ما زبطت ما زبطت. طيب لو نزلنا تحت صعبه بصراحه، لو نزلنا تحت وخلينا هذه. ايوه لا هذه ما نقدر نحركها، ما نقدر نحرك هذه. انا اقول نسوي حركه، هذه نخليها هنا، نجيبها من هنا. يا سلام ونخليها هنا هنا. اوكي وهذه نحركها بالعكس بالعكس. لا ارجع اشيل هذه اللي هنا. ايوه ممتاز ممتاز، نزلت نزلت. اوكي ننزل دحين تحت وشوف كيف، شوف كيف نزلت هنا. نبغى نمشي فوق. لا لا هات هات هذه كذا، هاتي هذه هنا. يا سلام ونخليها كذا، نخليها كذا. فتدفها ولا ما تدفها؟ والله تدفها. ايوه 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 اطلعي. ايوه يا سلام يا سلام. واو واو ايش هذا؟ فتحت ولا ما فتحت؟ يا اخيرا والله تعبتني تعبتني. اوكي نطلع كذا. يلا ممتاز وصلنا الى النهايه واخذنا الجوهره الثالثه وبقي لنا واحده جوهره. اوكي ممتاز الحين نكمل قصتنا. نيجي بعدين الفيري هذه نفتحها بعدين، لكن طريق الصحراء من هنا. انا شايف طريق الصحراء من هنا، نمشي قدام هناك. ايش في هناك؟ في اشياء عجيبه. اوه هنا في وحوش، نترك المخيم حق الوحوش. انا لازم كنت اجيب الحصان حقي، غلطتي اني ما جبت الحصان. يلا بس نطول طوالي من هنا. والله معارك قاعدين يتضاربوا هذولا. صدق في صندوق، شايف صندوق؟ تعال تعال تعال. ها حلو ممتاز. والله اوف 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 هذا قوي، هذا اللي بعيد قوي. اوكي بعد 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 عنه. ايوه نجي نقرب منه. اوف تعال موت. يلا عوروا نفسهم عوروا نفسهم. يلا تو طح، شوف كيف يحط الدرع. يا سلام يا سلام. باقي هذا. لا 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 اجري 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 اجري. تعال 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 بعد، حط الدرع حقه. يا سلام فرتكناه. خذ اليلو هذا، ما نعرف ايش فائدته بس خذه. نجمعه نجمعه. حلو ممتاز ممتاز. هذا باقي بعد عنه. تعال انت والبرميل حقك، انت والبرميل. ممتاز لازم اقتلهم كلهم عشان انفتح الصندوق. ما انفتح، باقي واحد. هذا اللي فوق بالسهم. نتفته ما مات، مات الا والله. يا سلام حلو حلو حلو. يلا ناخذ الاشياء، ناخذ الاشياء هذه كلها حتفيد. طيب وناخذ الصندوق ونشوف ايش في جوته، يستاهل التعب ولا ما يستاهل؟ والله حلو بورتبل بوت، حلو ممتاز. نكمل طريقنا نكمل طريقنا من هنا. شايف الجسر يودي الى مكان الصحراء هناك. حلو حلو. يلا اسرع اسرع. ايش هذا المكان اللي هنا؟ يا ليت يكون اسطبل عشان اجيب الحصان حقي. مشكلتي اني ما جبت الحصان، هذه مشكلة والله. هذا ايش الا والله اسطبل. حلو شكرا جزيلا. جيب لي حصان، جيب لي سهم. والله اعطاني مكافأة، يعني دحين عندي مكافأة اقدر اخذها من اي اسطبل. اخيرا حصان الجميل. تعال تعال يا حبيبي خليني اكمل طريقنا الى الصحراء.
والله مشوار الصحراء مشوار طلعت. اوكي ايش المكان هنا؟ يعني مكان عجيب صراحة. واو مكان حلو صراحة رهيب. ما حناخذ اي مهام معليش. صدق هنا في نقدر ننام، نقدر ننام للصباح، خلي الصباح يجي. ممتاز جاء الصباح وجانا مطر كمان. يلا نكمل ناخذ السهم ونطلع. طوالي طوالي يا سهم بسرعة بسرعة يلا عشان نلحق الصحراء. طول طوالي طول يا سهم. يا سلام يا سلام. ايوه نطلع من هنا اظن قربنا. هنا الصحراء شوفوا شكل الصحراء رهيب رهيب. نحن بنروح نشوف ايش المشكلة اللي عندهم في الصحراء. ايش هذا حصان ما يطلع؟ اوه ما اقدر اظن اطلع هنا بالحصان حقي. تقول المكان هذا في الليل بارد وفي النهار حار. قالت ما حدخلك الا لما تجاوب على الاسئله. طيب جاوبنا على الاسئله حقتها، ادتني هذا الجائزة وقالت لي يلا تفضل تفضل. الجو هنا شكله غريب، يقول لك في النهار حار وفي الليل بارد. طيب ما قدرت اجيب الحصان حقي ما نعرف ليه. ايش هذا؟ الله اوه هنا في شيء؟ لا لا ما في شيء. يلا طول شوف المكان كيف اصلا مع المطر. ما انا شايف هو مطر ولا هواء؟ والله شكله هواء مو مطر، بس خلينا نطول طوالي نطلع لفوق. في شيء طاح من السماء دوبه هنا. حلو حلو انا احب الحركه هذه. ليه؟ عشان نقدر يطلعنا فوق، يطلعنا فوق. ممتاز. نحن ترى غيرنا ملابس حقتنا كلها حقت حراره، فخلينا نقول له ارجع بمكان ما جيت. ايوه هي يلا طلعنا فوق طلعنا فوق. حلو نختصر الطريق. والله الطريق مره طويل مره. شوف هناك في اسطبل، في سرداب ولا ما في سرداب؟ لو في سرداب ننزل عليه. شوف تطلع فوق السماء. حلو حلو خلاص كذا ممتاز. اوه شوفوا هنا البرج هذا لازم نفتحه، لازم نفتح هذا البرج يا حبيبي. والحراره حتذبحنا. شوف الحراره عندي كيف مرتفعه. لازم اكل اكل حق حراره. ايوه نوصل هذا طلعنا عند البرج فوق. هنا الرجال ايش بو هذا؟ ما هو قادر يطلع فوق ولا ايش؟ ايش حكايته؟ يقول خربان البرج اللي فوق يبغى يصلحه. طيب كيف؟ اظن لازم ما يطلع، لازم يطلع. طيب الحمد لله الحراره ها خفت شويه، مع اني انا لابس لبس كامل حق حراره بس برضو حران. فخليني اطلع فوق اشوف البرج هذا ايش حكايته. اجي له بالعكس بالمقلوب من هنا. اخذنا لفه طويله والحراره ارتفعت ارتفعت. هذا ايش يسوي هنا؟ تعالوا تعالوا شوفي قاعد ياكل حبحب ياكل حبحب. لا لا بعدوا على الاسلحه حقتكم، ما عندهم اسلحه قاعدين. طيب حلو تعال بوف بوف. ذبحتهم ذبحتهم كلهم. طيب البرج هذا اظن يقول لي خربان، لازم اطلع الرجال عشان يصلحه. شايفين؟ خلينا نوصل هنا عند البرج هذا ونشوف كيف نقدر نصلحه. اوه حرارة عالية حرارة عالية والله مشكلة. شكلي لازم اجي في الليل، يقول لك في الليل يكون الجو بارد. هنا نحط شيء، هنا نحط شيء عشان نجيب الرجال صح؟ ناخذ من الحديد هذا اللي هنا. ايوه اوه بموت 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 بموت. ايوه لازم اكل عشان قاعد بموت. انا ابغى شيء ضد الحرارة، هذا اظن يديني ضد الحرارة بس لازم اطبخه، لازم اطبخه عشان يجيني ضد الحرارة. اوكي عندي هنا اكل، عندي اكل هنا. طيب خلينا احط فلنت. ايوه احط فلنت هنا ممتاز وبعدين اضربه. ايوه اشتغل. حلو خلينا احط احط شطه، شطه ضد الحراره صح؟ ضد والله المفروض لا اني ابرد، ايش بحط شطه؟ انا حموت من الحر بعدين. لا احط اظن شيل هذا هذا احط هذا. اخذ كذا ثلاثه اثنين ثلاثه واحطه مع لحمتين واطبخه. اظن يحميني ضد الحراره. يا سلام هيت ريزيستنس زي ما توقعت. ناخذه وناكل الاكل هذا. فين الاكل؟ ايوه ناكل الاكل هذا. شوف كيف يدوخ يدوخ كله يا حبيبي. ضد الحراره دحين شايفين حق الحراره نزل. طيب اقدر اعيش كم؟ 8 دقائق بس بعدين لازم لازم ايش ادور لي لبس احسن من اللبس اللي عندي. هذا كيف اجيبه هنا؟ كيف اجيب هذا هنا؟ ايوه حط هذا. اجيب غيره كمان، لازم اجيب غيره. واحد ما يكفي اجيب الثاني. ممتاز ونقول له حطه تحت هذا كمان نجيب عشان نسحب الرجال. ما يكفي والله ما يكفي، قد ما حطينا يبغى له زياده. اوف اخيرا سحب الرجال.
لا ايش لا لا مكانه غلط. نحطه هنا فوق، نحطه فوق. يلا جيب الرجال جيبه عشان يصلح لنا البرج. ابو الشباب كيف حالك؟ خاف. يلا تعال تعال تعال، روح صلح البرج، صلح البرج. وداني كمان ضد الحرارة، حلو ممتاز ممتاز. خلاص صلح البرج، يا سلام. يلا نشغله، حلو يا سلام. يلا انفخ حبيبي، طير فوق فوق. يا سلام يا سلام، دحين تفتح الخريطة. شوفوا انفتحت الخريطة، أروح للنقطة اللي تولع وتطفي، النقطة اللي تولع وتطفي. حلو يا رهيب يا رهيب يا لينك يا رهيب. اوه هنا في دمعة، هنا في دمعة يا حبيبي. واو هنا في دمعة، خلينا نروح نشوف الدمعة. دفنا على الدمعة، دفنا هناك عشان ننزل على الدمعة، شايفين؟ لا عشان نوصل تحت عند الدمعة. وصلنا اظن، اظن وصلنا هنا، شايفين الدمعة؟ شايفها هذه 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 الدمعة، هذه الدمعة. طيب كأني أحس إنه هذه هي الدمعة، صح؟ إيوه. يلا يا حبيبي خلينا نشوف القصة، خلينا نتفرج مع بعض على القصة. إيوه طالع في يدك أنت، شكلك كذا يفجع بدون وجه. أوه هذا في الماضي. مين هذا اللي اعتذر؟ جرودو. أوه هذا المجرم طلع من جرودو، هذا يسوي نفسه طيب بس هو شرير كان. هذا في الماضي القصة. واو شكله حقودي، طلع هذا من الصحراء، من المكان اللي انا جاي له. هذا مجرم مجرم والله. وهذيك الزلدة ايش جابها عنده؟ ماني عارف، رجعت الماضي وعاشت معاهم. وتقول له ايش هتقول له؟ تقول له يا سعادة الملك. تقول له ان هذا الرجال مجرم. يقول انا عارف انه مجرم، انا ابغاه يكون قريب مني. هذا ترى قصة كلها في الماضي. اوف دحين بردان، اول كنت حران دحين بردان، خليني البس ملابس برد. ابغى اروح لهذه المنطقة شايفين، فاحتاج انط من هنا. يا سلام يا سلام، هذا المنطقة فوق برد بس تحت اظن انه يكون ايش حر. خليني اروح اشوف المنطقة اللي هناك في الصحراء، ابغى اروح لها. يلا شوف رجعنا المنطقة هنا فيها حر، شايفين هناك ايش في شيء؟ والله في شيء عجيب، خليني اروح اشوف ايش في هناك. اوه في سرداب هنا، يلا خليني اروح له. اجري يا حبيبي، والله الصحراء قاحله. هذه واحه. حلوه الواحه، والله في ناس هنا في الواحه. شوف نخل، مكان مره خطير. وايش البرج اللي هناك؟ عجيب بصراحه. خلينا اول شيء نفك السرداب، ما حنخش السرداب، خلينا اول شيء اكتشف ايش، اكتشف القريه هذه بعدين اجي اكمل عند السرداب هنا. حلو افتح حبيبي، افتحه. اوكي نشوف ايش فيه في القرية هنا، قرية لذيذة رهيبة صغيرة. يا سلام، اوه هذا بياعين، حلو حلو، في ستيك ينباع، ممتاز. طيب ما عندكم اسهم؟ ما تبيعوا اسهم؟ اوه ايش هذا؟ يدينا هيت ريزيستنس، حلو حلو حلو. اشتري يا حبيبي اشتري اشتري، 450 بس والله اظن ينفعنا ينفعنا. خلينا نشوف نلبسه بدل لابسينه ونحن في راسنا، وكمان ضد ايش؟ ضد الهيت. يعني هذا شوف هذا كم، هذا اثنين، هذا ثلاثة، هذا أقوى منه. وبعدين وجهي يبان، شوفوا كيف وجهي يبان. خطير والله يا ليك، مرة شكلك خطير. طيب هنا ايش في؟ هذا يبيع بطيخ، بطيخ هذا يبيع. واو واو ايش هذا؟ نحن أظن قربنا من النقطة، شوفوا النقطة اللي هنا نوصل لها المدينة. مرة المكان خطير، هذا ايش بده تعبان؟ طيب اوف 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 اوف، ايش هذا؟ خلينا نشوف، اظن هذا حنطير فيه نحن. ايوه واو واو واو، طرنا فوق، شايفين؟ اظن لازم نروح المدينة ذيك، ماني شايف ولا شيء، ماني شايف ولا شيء، والله قاعد امشي في جوة الغبار. ايوه نطلع في هذه كمان، طلعنا فوق، طلعينا فوق، طلعينا فوق، ايوه لازم نوصل هذا المكان ولا ايش المكان هذا؟ والله ماني شايف مع الغبار، انا ايش دخلني هنا؟ ايش دخلني؟ ضعت انا ضعت. طيب خلينا ندور نشوف نمشي قدام، ايش المخلوقات اللي تفجع هذه؟ والله مخلوقات تفجع. هنا هذا طلعنا فوق، على الاقل نشوف ايش في فوق. يلا خلينا بس نوصل، ايوه خلينا نطلع فوق، طلعنا.
شوف ايش في، فين القريه؟ فين القريه يا حبيبي؟ اوه شوفوها هناك، تصدق انها قريبه؟ قريبه، اقرب مما توقعت. هنا كمان نجي طلعنا فوق، طلعينا كمان فوق، ايوه عشان نوصل لهذه القريه اللي بنوصل لها. يا سلام يا سلام، وصلنا لها. حلو حلو، هذا المكان اللي لازم نوصل له. واخيرا وصلنا الى القريه حقت المجرم. أعزائي المتابعين، أظن يكفينا هذا القدر. نكمل إن شاء الله بإذن الله في الحلقات القادمة، وفي أمان الله.